نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الهاتف من دبي، جمال مرقة، الخبير في المعلوماتية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جمال. طبعا هذه خطوة جديدة من فيسبوك، كيف ممكن أن نقوم بهذا، أن نكشف يعني إن كان من أجل حمايتنا وبلكي بنربح مكافأة؟ مساء الخير أهلا وسهلا. جميعا. طبعا يعني اليوم اللي بنشوف هالمبادرات اللي عم تطلقها فيسبوك بتأكد انه اليوم ما في حل تقني ممكن يستخدم لحماية المشتركين بفيسبوك. عم بيحاولوا يطوروا او يقدموا عدة مبادرات لزيادة حماية المستخدمين وخصوصيتهم، ولكن هذه المبادرات كلها صارت بجو انه طريقه يمكن انهم يدخلوا فيها المستخدم بطريقه استخدامه للفيسبوك واعلامه عن الطريقه اللي عم تستخدم في بياناته، بحيث انه يحاولوا يقللوا من الاضرار او تكرار ما حصل بالماضي. مهمة فعالة هذه الخطوة سيد جمال؟ يعني باعتقادي الشخصي راح تساعد انه يصير في استخدام افضل لطريقة دخول الناس للفيسبوك والبيانات اللي بيشتركوا فيها، ولكن بدون شك يعني حتى من اللقاءات اللي صارت مع الرئيس تبع فيسبوك امام الكونغرس بتبين انه اليوم ما في طريقة واضحة للحماية الكاملة للمستخدمين. اليوم المستخدم لفيسبوك عم بيحط بياناته ومعلوماته هو الآن على يعني هذا بهذا المنصة. الوقت هو زوكربيرغ بالكونغرس بالجلسة. نعم، ويعني كل يوم عم بتكشف شيء جديد، وزي ما بحكي يمكن المبادرات اللي عم تصدر والكلام اللي تحدث فيه بالأمس أمام الكونغرس ببين إنه فيسبوك بورطة كبيرة، وبتصور إنه لحد الآن ما لاقيين الحل المثالي لأنه يطمنوا المستخدمين إنه في حماية كاملة لإلكم. نعم، هي مجرد محاولات بعدة اتجاهات بيحاولوا يقدموها نعم، بحيث يعني إنه يعني هذه تبقى محاولات، خاصة انه لهذا انا كان سؤالي بانه هذا لن يغير من الموقف الرسمي من فيسبوك اذا صح التعبير، يعني هذا متعلق بالمستخدمين حتى لو كان يساعد قليلا، ولكن هذا ليس اكيدا ومربوط باشخاص، بخطوات يتخذها افراد، مش مسيطر موقع التواصل الاجتماعي. ايه طيب دكتور سيد جمال. 100%. يعني هذا إثبات يعني ودليل واضح، يعني حتى اليوم بدأت كثير من الحكومات تتكلم بهذا الموضوع إنه فعلا اليوم فيسبوك منصة مفتوحة صار في خارجة عن السيطرة، معلومات الناس موجودة فيها وما راح يكون في حماية كاملة بحيث إنه الإنسان يقول أنا بياناتي محمية. بتصور هذا صعب تقنيا شيء بعيد جدا. سيد جمال، يعني حتى بهذا الموقف اللي هو في فيسبوك وبهذه المحاكمات، صعب السيطرة عن هذا الموضوع، أو لن يكون من مصلحة فيسبوك أن تتم السيطرة؟ يعني تجاريا بدون شك هذه الأشياء اللي عم بضيفوها راح تأثر عليهم تجاريا بشكل كبير، لأنه دخلهم له علاقة كبيرة باستخدام بيانات المستخدمين، واليوم عم بيحاولوا يقللوا من استخدام أو طريقة استخدام هذه البيانات، فحتى الناس اللي بيعلنوا معهم والناس اللي بيستخدموا خدمات فيسبوك تجاريا راح يصير استخدامهم لها مش بالفائدة اللي كانت موجودة بالسابق. الشيء المرعب بالموضوع هو انه بس مش تجاريا، انه صار الموضوع سياسيا، يعني صار بيأثر على انتخابات، بيأثر على آراء الناس، على توجه الناس، فبتحسي وكأنه مارد موجود حاليا ومش عارفين كيف يسيطروا عليه. الشيء طبعا المستغرب يمكن اللي كثير ناس كمان استغربوا فيه هو انه فيسبوك وصلت لمرحلة انها تعترف بانها برأيي انه عم بيعترفوا بانهم عاجزين عن السيطرة وبانهم هم مقصرين وانه بدهم يحاولوا يوجدوا حلول تخفف من الأضرار، ولكن لوين رايح الموضوع؟ بتصور كل يوم عم بس هو بتطور واجب بشكل قانونا، بفتكر ما بعرف أحد ضيوفنا مرة نعم. قال بأنه واجب قانونا أصلا موضوع الاعتراف، يعني ما في جميلة. بدون شك يعني بس بقصد إنه كمان إنه هذا الاعتراف من رئيس الشركة بهذا الشكل السريع نعم. لإنه مسؤولين بالكامل عن ما حصل وانه راح يحاولوا يلاقوا حلول،
هذا يعني بياخذ الموضوع بأبعاد بتصور كثير كبيرة، تجاريا وحتى سياسيا، والأيام الجاية بتصور راح نشوف تطورات كثير كبيرة بهذا نعم، الموضوع. شكرا سيد جمال مرق الخبير في المعلوماتية، كنت معي عبر الهاتف من دبي.